over there. I'll let's have that one. مساء الخير، ازيكم؟ ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. طبعا برحب بكل الناس اللي جوه الشات واللي بره الشات، وبدعو الناس اللي بره الشات ان هم يدخلوا معانا ويقولوا رايهم. وطبعا بشكر كل اللي شاركوا في الحوار في الحلقه اللي فاتت، واحنا النهارده دي زي ما انتوا عارفين الحلقه الثانيه مع دكتور اشرف رضا، واحنا بنشكره طبعا ان هو معانا النهارده. وعندنا اسئله كتير ما خلصناهاش من المره اللي فاتت، وبرده كان معانا ناس كتير على الشات عندهم اسئله برده ما خلصتش. دخل معانا محمود عبد الرحمن واحمد رضوان. اهلا وسهلا، مساء النور عليك يا محمود. يا دكتور برحب بيك الاول طبعا وبشكرك وتفضل حضرتك. اهلا وسهلا، مساء الخير، وانا كمان برحب بكل الاصدقاء وزملائنا الفنيين التشكيليين. بشكرك دكتوره زينب، وعايزين نكمل ان شاء الله النهارده في الحلقه الثانيه كل الاستفسارات والتساؤلات والرغبات بتاعت زملائنا الفنانين التشكيليين، سواء من الشباب او من زملائنا من جيل الوسط او من اساتذتنا الفنانين الكبار. تمام. طيب يا دكتور، احنا دلوقتي الحقيقة لسه النهاردة او امبارح بالليل جالنا خبر اللي هو الخاص بلوحة فان جوخ، والمفروض انه يعني خبر غير مؤكد الحقيقة انه تم العثور على لوحة ما يسمى بزارة الخشخاش، وجدت في احد قصور الرئاسة. وطبعا احنا نتمنى ان احنا نعمل حلقة عن الموضوع ده في القريب العاجل، وبندعو الاستاذ محسن شعلان هو يكون ضيفنا في احدى الحلقات. وبالنسبه لحضرتك يا دكتور كمسؤول عن جميع المقتنيات الخاصه بقطاع الفنون في المتاحف، هل يا ترى وصلك اي معلومه جديده عن الموضوع ده؟ هل فعلا في حاجه رسميه او شبه رسميه جات لك بالموضوع ده؟ يعني هو مش بس الخبر غير مؤكد، هو الخبر غير صحيح، يعني هو عبارة عن يمكن تخيلات لأحد الصحفيين. كتب ان وجدوا لوحة زهرة الخشخاش ضمن اللجنة اللي بتقوم بجرد القصور الرئاسية. اللجنة دي ابتدت من الاسبوع اللي فات، شكلتها وزارة العدل وبالمشاركة مع وزارة الثقافة، وفيها اعضاء من قطاع الفنون التشكيلية ومجموعة كبيرة من المستشارين ومن جهاز الكسب غير المشروع ومن النيابة العامة ومن القضاء، يعني لجنة ضخمة جدا. بدأوا الاسبوع اللي فات اول مجموعة من القصور الرئاسية او اللي بتشغلها رئاسة الجمهورية بالقصور اللي موجودة في اسكندرية، زي قصر رأس التين، زي قصر المنتزه، قصر المعمورة، رأس الحكمة، في حوالي 5 أو 6 قصور موجودة في اسكندرية، وهيبدأوا هذا الأسبوع إن شاء الله القصور اللي موجودة في مصر. لم يجد اللجنة أي شيء غير طبيعي حتى الآن في هذه القصور نتيجة التقرير اللي جالي امبارح. مفيش حاجة ناقصة من المقتنيات الخاصة بنا والمعارة لرئاسة الجمهورية، سواء من لوحات، من أعمال فنية، من غيرها. حتى الآن كل الأمور مستقرة في القصور الرئاسية اللي موجودة في اسكندرية، ولسه هنبتدي اللي موجودة في القاهرة إن شاء الله الأسبوع الجاي، ومفيش أي أثر لما ذكر في بعض الصحف من وجود لوحة فان جوخ أو لوحة زهرة الخشخاش كما ادعوا في هذه الصحف. احنا نتمنى طبعا ان احنا نسمع اخبار كويسة عن العثور عن هذه اللوحة زي ما كل المصريين بيتمنوا، لان احنا ما نحبش نفقد اي شيء من ممتلكات مصر او من ممتلكات الفن الخاصة بينا. لكن يعني حتى الان يمكن تكون دي بشرة كويسة او الاشاعة دي بمثابة فأل حسن او بشرة ان احنا نعثر على اللوحة في القريب العاجل ان شاء الله بالمجهودات اللي بيقوم بيها
جهاز الشرطه والقوات المسلحه والانتربول حول العالم في كل البلاد بيبحث عنها. طيب دخل معانا على الشات دلوقتي احمد مجدي والفنان ايمن لطفي وعماد ابو جرين. عماد اتمنى ان انا بكون يعني بقول اسمك صح. والفنان يوسف ليمود برحب بيكم يا فنانين، اهلا وسهلا بيكم. اوكي طيب نرجع تاني لأسئلتنا. يا دكتور يعني خليني أقول لك الانطباعات اللي دخلت لي من الحلقة اللي فاتت، وطبعا في انطباعات كتير يعني، ولكن أهمها يعني من وجهة نظري المتواضعة في بيقول ان حضرتك من الذكاء جدا في الموقع بتاعك انك قدرت في وقت قصير تكسب ثقة ناس كتير، وخاصة الناس من اللي كانوا بيعرضوك او ناس اللي كانوا مش قابلين وجود حضرتك على اعتبارات يعني علاقتك دي الحزب الوطني السابق او المنحل، سواء كانت العلاقه دي كانت من قريب ولا من بعيد. فدي كانت اهم الانطباعات يعني اللي جات لي يعني. ولكن طبعا حضرتك عارف وانت قلت برضو في المره اللي فاتت ان المعارضه قلت كتير، ما بقاش في معارضه كتير دلوقتي، بس حضرتك على الفيسبوك واكيد شايف انه لسه في برضو ناس يعني عندها توجس او عندها اعتراض او يعني برضو لسه عندها مشكلة كون حضرتك في الموقع ده، ومن ضمنهم الشباب اللي مقاطعين صالون الشباب. يعني حضرتك تقول لهم ايه؟ او للشباب ولا للمعترضين؟ بصي يا دكتورة زينب، يمكن معظم اللي كانوا معترضين على اني اكون في هذا المنصب كرئيس قطاع الفنون التشكيليه يمكن ما كناش اتقابلنا قبل كده او ما كانوش يعرفوني، لكن زي ما حضرتك بتقولي ان قل قوي اعداد الزملاء اللي كانوا معارضين على وجود يسر قطاع. يا توت بيقول ان هو مش سامع حاجه خالص. احمد يا ريت تعمل ريفرش، ويا ريت الناس اللي على الشات يكتبوا له يعمل ريفرش. ايه عبد الله برضو بيسال نريد توضيح لموقف الدكتور اشرف من الحزب الوطني المنحل. اوكي دكتورة زينب الصوت، لكن زي ما حضرتك بتقولي لا هما كانوش يعرفوني، لكن زي ما حضرتك بتقولي ان فيمكن بعد ما بدأت الشغل في قطاع الفنون التشكيلية وابتديت اشتغل في المشروعات الجديدة وفي المعارض وفي الخطة الجديدة اللي اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت، على الخطط الجديدة اللي وضعناها في قطاع الفنون التشكيلية سواء على محور المتاحف والمشروعات الكبرى او على محور المعارض والخدمات اللي بيقدمها القطاع للفنانين التشكيليين. لما ابتدينا نتعامل مع معظم الفنانين اللي ما كناش نعرف بعض قبل كده، هو ده السبب يمكن ان ايه اللي حضرتك قلتيه، ان اللي ما عادش في معارضه او اللي عرفوني واشتغلوا معايا مش هيعترضوا عليا ولا على اسلوبي في الشغل ولا على انتاجي ولا انجازي في هذا العمل. يعني ده الشق الاول من السؤال، لان فعلا كان يعني يمكن الكل عارف وكل الفنانين عارفين
كان في حمله مقصوده مضاده لوجودي في القطاع من اول ما جيت يعني من الاول. وانا كنت اساسا راجع من رئاستي لاكاديميه الفنون في روما، فكنت 4 سنين خارج مصر. فيمكن حضرتك بتقولي على الشباب، الاجيال الجديده او اللي ظهرت في الاربع سنوات الاخيره ما كانش فيه تعامل معايا او ما كانوش يعرفوني، سواء من الطلابي اللي في الكليه او من زملائي اللي موجودين في الحركه الفنيه. وزي ما قلت لحضرتك، بعد ما تعاملنا مع بعض وعرفنا بعض بقوا اصدقاء، دلوقتي تحولوا من معارضين الى اصدقاء. ده فقط الموقف ده بقى من الشغل، يعني لما اشتغلنا مع بعض ولما شافوا شغلي وانا شفت شغلهم وابتدينا نتعاون مع بعض عشان في فعاليات او في اي معارض او فعاليات اخرى، عرفنا بعض وبنتعامل مع بعض بقى اصدقاء زي ما حضرتك عرفت يعني. ده الشق الاول من السؤال. اقول ايه للشباب؟ حضرتك سالتيني، اقول للشباب دايما قبل ما تاخدوا موقف او تقرروا موقف من حد، لابد ان انتوا تتعاملوا معاه الاول، لابد تسمعوه الاول، لابد تعرفوا خططه الاول، وهكذا عشان نقدر نحكم على الشخص اللي قدامنا ان هذا الشخص يصلح او لا يصلح. هي دي النقطه الصغيره اللي انا احب اقولها. اوكي طيب، نشوف الناس اللي معانا على الشات. في ايه عبد الله كان بيقول نريد توضيح لموقف دكتور، اعتقد ان هو كده اتكلم في الموضوع ده. عماد ابو جرين بيقول اريد ان اعرف خطه المركز القومي للفنون التشكيليه لاقاليم مصر، هنتكلم عن ده يا عماد. احمد عبد الرحمن، اوكي محمود. ايمن لطفي بيمسي عليك دكتور اشرف، وبيقول لحضرتك خبرة كبيرة في مجال الإعلان وقمت بعمل حملات إعلانية على مستوى عالي جدا لكبرى الشركات وفي مصر، وكذلك الإنجاز الذي تحقق في الأكاديمية المصرية بروما من تصميم خارجي حديث ومصري في نفس الوقت، وكذلك التفاصيل الفنية الدقيقة في الديكور الداخلي من ألوان وإضاءة إلى آخره. هل يمكن أن نرى اي من المباني الخاصة بالقطاع او القاعات الفنية بحالة مماثلة تعبر عن خبرتك بهذا المجال الذي لا اظن الكثير على معرفة بقدراتك فيه، وشكرا على الصورة المشرفة لمصر الموجودة في روما. طيب عندنا سؤال عماد الاول يا دكتور، وبعد كده سؤال ايمن لطفي. سؤال عماد كان عن الفنون يعني المركز القومي دوره ايه بالنسبه لاقاليم مصر، وايمن موضوع المباني. اتفضل حضرتك. لسؤال استاذ عماد، اولا المركز القومي هو اصبح الان اسمه قطاع الفنون التشكيليه. قطاع الفنون التشكيليه خارج حدود القاهره له منشآت وله مواقع كثيرة في اسكندرية، سواء في مجمع الفنون الجميلة او مجموعة متاحف محمود سعيد اللي فيها متحف سيف وانلي وادم وانلي ومتحف الفن الحديث وغيرها وممر الثغر الثقافي. عندنا في بورسعيد في متحف النصر في بورسعيد، عندنا في المنوفية في متحف دون شوي، عندنا في المنصورة في متحف المنصورة دار ابن لقمان، وحاليا يعني يمكن خلال الأسابيع الماضية بدأنا لأول مرة بروتوكول تعاون بين قطاع الفنون التشكيلية وبين الهيئة العامة لقصور الثقافة. احنا نعرف يمكن كلنا ان الهيئة العامة لقصور الثقافة او الثقافة الجماهيرية عندها اكتر من 250 موقع في انحاء الجمهورية، سواء في الصعيد في الوجه بحري في ابلي في كل انحاء الجمهورية من شمالها لجنوبها. البروتوكول التعاون اللي احنا بنجهزه دلوقتي مع هيئة قصور الثقافة بيشمل ان قطاع الفنون التشكيلية هيبقى مسؤول عن فعاليات فنية، سواء معارض سواء بناليات سواء بيرفورمانس سواء كل ما هو متعلق بقطاع الفنون التشكيلية في قصور الثقافة اللي موجودة في المحافظات وفي القرى على انحاء الجمهورية. الخطة طبعا لسه بتتبلور في الوقت الحالي او بتكتمل ملامحها بالكامل،
وان شاء الله هنسمع عنها قريب قوي بجدول زمني بخطة زمنية تشمل كل محافظة في مصر هيكون فيها ايه وامتى. بالطريقة دي احنا بنبتدي نشغل كل الفنانين التشكيليين اللي موجودين في المحافظات خارج القاهرة واسكندرية، لان معظم الفنانين بيشكون ان التركيز كله في القاهرة الكبرى او في القاهرة الكبرى والاسكندرية فقط. احنا بالخطة دي هنشمل جميع انحاء الجمهورية من الشمال للجنوب ان شاء الله مع قصور الثقافة. الشيء الاخر يعني لو الفنان اللي عايش في المحافظة خارج القاهرة او الاسكندرية هو عليه انه يعني لغاية ما الخطة دي تكتمل ان شاء الله عليه انه هو يقدم انه يشارك في الفعاليات المشتركة او المعارض اللي موجودة حاليا. يعني مثلا على سبيل المثال صالون الشباب الخاص بدورة الثورة هذا العام اللي هيبدأ اعماله في 9 اكتوبر، المسؤولين عن الصالون في الاسكندرية هم ايضا مسؤولين عن محافظات الوجه البحري. يعني لو حضرتك في دمنهور، في كفر الشيخ، في الغربية، في دقهلية، في الشرقية، حضرتك قدم اعمالك عن طريق محافظة اسكندرية. لو قليوبية ومحافظات والعاشر والضواحي القاهرة والمحافظات القريبة من القاهرة يقدم على القاهرة. فالموضوع يعني المنيا عندهم استمارات موجودة في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا لفنانين منطقة الصعيد، قدم اعمالك مع المنيا. احنا عاطين يعني نقط على خريطة مصر علشان يبقى في مبادرات لكل فنانين اللي بيعيشوا خارج نطاق القاهرة الكبرى واسكندرية في محافظات قريبة منهم لحين ما نروح لهم احنا بنفسنا في هذه المحافظات. السؤال الثاني استاذ ايمن لطفي، الفنان ايمن لطفي، بشكرك طبعا يا استاذ ايمن. طيب دكتور نرجع برضو تاني للشات عشان الناس اللي معانا. اولا دخل جديد معانا دكتورة اماني فهمي ومحمد حسن، برحب بيكم. و اخر حاجه وصلنا لها محمود عبد الرحمن بيقول سؤال الدكتور اشرف رضا، ما هي سياسه حضرتك بالنسبه لمديرين قاعات العرض بالقطاع هو محمود دكتور اشرف جاوب على الجزئيه دي في الحلقه اللي فاتت، بس لا مانع ان هو برضو يتكلم تاني النهارده فيها. ناخد السؤال اللي بعده. يوسف ليمود بيقول المعرفة تبدأ من ماضي الشخص وتاريخه قبل ان تبدأ من الكلام، فياريت يا دكتور رضا يكلمنا عن ماضيه وعلاقته بالحكومة البائدة. طيب يبقى كده سؤالين يا دكتور، السؤال الخاص بمحمود عبد الرحمن قاعات العرض بالقطاع المديرين بتوعها حضرتك ايه رأيك فيها او ايه اللي ناوي تعمله، ويوسف لمود السؤال الخاص بماضي الشخص. السؤال الاول للاستاذ محمود بيسأل على مديري القاعات. يمكن احنا قلنا الحلقة اللي فاتت واستاذ محمود ايضا لو هو محمود اللي اعرفه بيعمل في قصر الفنون بالجزيرة. احنا يا محمود من ساعة ما ابتدينا تعيينات جديدة سواء لمديري قاعات العرض او لمديري المتاحف او لمديري اي ادارات بيتم التعيينات حاليا او التكليفات بطريقة جديدة اللي هي طريقة الاختبارات، اختبارات قياس القدرات اللي اكيد انت سمعت عنها في الادارات اللي تم التعيينات فيها في الفترة الماضية. الموضوع بيتقسم لثلاث مراحل. اول مرحلة ان المتقدم لشغل هذه الوظيفة سواء مدير قاعة او مدير متحف او مدير ادارة بيقدم الاول خطة عمل. خطة عمل دي بتشمل فكر المتقدم، اتجاهاته الفنية ايه، شايف المكان هيبقى شكله ايه كمان 5 سنين او 10 سنين، ايه الهيكلة اللي هو بيرغب تنفيذها في هذا المكان، ايه المزايا اللي هيقدمها في هذا المكان. كل الافكار اللي في دماغه
لهذا المكان بيقدمها في هذه الدراسة، ودي بتتحكم من خلال لجنة مكونة من 12 شخص، بيحطوا كل واحد بيحط درجاته بنطلع المتوسط بتاعها ويطلع له الدرجة بتاعت الدراسة. نمرة 2، المرحلة الثانية الامتحان التحريري، وهو امتحان لقياس قدرات المتقدم، بيشمل 10-15 سؤال، منهم سؤال او اثنين باللغة الانجليزية. باجابات هذه الاسئلة بتبقى ايضا بتعبر عن طريقة تفكير هذا المتقدم وطريقة حله للامور وحله في المواقف الصعبة اثناء ادارته لهذا المكان، واسئلة اخرى كثيرة جدا بيشملها هذا الاختبار. الاختبار ده ايضا بيتحكم او بيتصحح بعد كده وبياخد درجات، وبنطلع المتوسط بتاعه نجمعه على متوسط بتاع الارقام اللي خرجت من الدراسة. زي الجامعة بالظبط دكتورة زينب، يمكن انت تعرفي كده، بنشتغل بنفس الطريقة الاكاديمية المتخصصة البروفيشنال اللي احنا بنستعملها في جامعة. ثالث خطوة في الاختبارات انه بيتقدم لاختبار شفهي، وبيقابله اساتذة ودكاترة وفنانين، منهم مجموعة من خارج القطاع علشان ما يبقاش فيها تميز او شبهة مجاملات او غيره. بالثلاث خطوات دول بيتم تعيين مدير القاعة او مدير الادارة او مدير المتحف في قطاع الفنون حاليا. الاسلوب الجديد اللي احنا عملناه ده، نمرة 1، نحقق 100% شفافية للمتقدمين بحيث ان ما يكونش فيها اي سلبيات. كان زمان يقولوا اصل ده اتعين علشان ده اصله اقدم واحد، او عشان ده اظرف واحد، او ده الطف واحد، او ده قريب فلان. ما عادش فيه الكلام ده، ومحمود يمكن شايف الكلام ده من ساعة شهر فبراير لما استلمت القطاع. فبقين حقق شفافية مطلقة 100%، بنعمل عدالة اجتماعية في توزيع الوظائف على القيادات وعلى المتخصصين وعلى المحترفين في العمل الفني او ادارة العمل الفني. نمرة 3، هتريح الناس كلها بان المتفوق او اللي هيطلع الاول في هذه الاختبارات هيبقى هو المدير، والثاني هيبقى هو الوكيل مثلا، والتالت هيكون مسؤول ايضا في نفس اللي هذا الموقع. يعني بالطريقة دي احنا بنتخلص من كل المشاكل اللي كانت الادارية اللي كانت موجودة في الوساطة والتوصية والمجاملات. ما عادش فيه مجاملات في العمل دلوقتي. السؤال الثاني يا دكتورة كان من استاذ يوسف ليمود، بيسأل عن المعرفة تبدأ من ماضي الشخص وتاريخه قبل ان تبدأ من الكلام، فياريت فلان يكلمنا عن ماضيه وعلاقته بالحكومة البائدة. يمكن كلنا كنا بنشتغل ايام الحكومة البائدة. انا لما اتخرجت من كلية الفنون الجميلة زي ما حضرتك ذكرتي في الحلقة اللي فاتت، تعينت في كلية الفنون الجميلة سنة 82، تعينت معيد وتدرجت في بعد الماجستير والدكتوراه لغاية مدرس مساعد ومدرس لغاية استاذ مساعد. عملت الماجستير في 94، في سنة 2000 ناقشت الدكتوراه كان بعنوان إعادة توظيف القصور التاريخية في مصر، ويمكن ده كان سبب من أسباب اهتماماتي للقصور التاريخية والمباني القديمة وإعادة توظيفها واستخدامها. عملت في مجالات فنية كتيرة، يعني برغم من تخصصي الديكور والانتيريور ديزاين وده يمكن إدماني في العمل الفني، لكن انا اشتغلت في حاجات كتير كلها تحت مظلة الفن. اشتغلت في الجرافيكس، اشتغلت في المالتي ميديا، اشتغلت في النشر وفي الطباعة، اشتغلت في غير الديكور والعمارة الداخلية بالطبع. دي نبذة من تاريخي يا استاذ يوسف. في 2005، وده بيرد على سؤالين بيدوروا حول الحزب السابق، في 2005 كان هناك اعلان عن مؤتمر علمي بعنوان القاهرة 2020، نظرة مستقبلية لمدينة القاهرة وتطويرها لإخلاءها من المصالح الحكومية اللي بتعمل زحمة
لمحافظه القاهره كل يوم. احنا يمكن نعرف ان يوميا في 4 مليون نسمه بيدخلوا للقاهره كل يوم يخلصوا مصالحهم من محافظات جمهوريه مصر العربيه نتيجه وجود المركزيه جوه القاهره. يعني لو واحد عايز ينقل ابنه من مدرسه وهو عايش مثلا في محافظه بني سويف لابد يجيب ابنه ويجي الصبح للقاهره علشان يروح المجمع التحرير يقدم اوراق ابنه. فالمركزيه العقيمه اللي كانت موجوده في الحكومه كانت سبب لازدحام شديد وما زالت في مدينه القاهره. انا تقدمت بمشروع كان عن اعاده توظيف مجمع المصالح بميدان التحرير اللي هو المجمع ليكون فندق من الخمس نجوم، فندق سياحي على درجه عاليه جدا نظرا لنقص الفنادق السياحيه في منطقة وسط القاهرة. وطبعا كان عندنا كم السياحة العالي قبل المرحلة الحالية، فكان من ضمن افكاري ان لابد يكون في فندق على مستوى عالي في وسط القاهرة وفي ميدان التحرير بالذات. وخلصت الرسوم بتاعته تقريبا او الافون بروجيه الرسومات المبدئية بالكامل بالواجهات الجديدة بتاعت المجمع لما يكون فندق، وفرشت على الرسم منطقة الاستقبال والمطاعم والمحلات والبازارات والغرف الإقامات والأجنحة. وصل الحقيقة العدد 1250 غرفة هتكون في هذا الفندق. كان الجزء الثاني أو المرحلة الثانية بتاعت المشروع بتاعي كان تحويل او اعادة توظيف القصور التاريخية اللي بيشغلها وزارات في وسط البلد زي وزارة التربية والتعليم، زي وزارة الصحة، زي وزارة التأمينات الاجتماعية، كل القصور اللي في القصر العيني اللي بتشغلها قصور تاريخية، تحويل هذه القصور التاريخية او اعادة توظيفها كمتاحف للفن الحديث وقاعات جاليريات قاعات المعارض ومسارح علشان تبقى في حاجة اسمها القاهرة الثقافية. كان هو ده فكرتي اللي انا قدمتها. كان بينظم المؤتمر محافظة القاهرة بالتعاون مع الحزب الوطني السابق، وهم اللي كانوا بينظموا هذا المؤتمر ويقدموا ويستلموا هذه الافكار لدراستها بعد كده في مجلس الوزراء اللي اهتموا جدا بالمشروع اللي انا قدمته، وقعدوا يمكن اسبوعين ثلاثة بيتكلموا على هذه التغييرات اللي هتحدث على مدينة القاهرة لتصبح قاهرة جديدة بكياناتها ومعمارها ومبانيها الجميلة. يعني ده جزء بسيط من الماضي استاذ يوسف لو بتسميه، والعلاقة التعامل مع الحكومات السابقة. وممكن حضرتك تطلع على معلومات اكتر من السيرة الذاتية بتاعتي سواء الموجودة في الجامعة او على موقع القطاع او على الموقع الشخصي بتاعي. طيب احنا عندنا كمان برضو ايمن لطفي كان بيسأل على مباني القطاع. حضرتك طبعا اتكلمت عن المباني والتطوير او الخطة الموجودة للتطوير، ولكن بالنسبة لمباني القطاع ده برضو يظل سؤال ايمن لطفي. اماني فهمي بتقول احنا دخلنا في تفاصيل التعيينات مش الكل يحب يعرفها. معلش يا اماني لان السؤال اللي اتسأل كان واضح ان في حد مهتم بانه يعرف التفاصيل دي. اعتقد السؤال كان من مش عارفه يا محمود، يعني مش متاكده. احمد رضوان بيسال الكلام ده بالنسبه للقاهره بس ولا هيشمل محافظات اخرى؟ يبقى كده يا دكتور عندنا تعليق بتاع اماني و السؤال الخاص بقاهره ولا كل المحافظات بالنسبه لاحمد رضوان. اوكي اسمحي لي الاول بشكر الفنان